تخيل الآن، أنا أتخيل أنت تريد الدفاع عن الدين والسنة وضرب المشروع الرافضي من باب حسن الظن، وعندك مدفع ووجهت هذا المدفع جهة أنها مشروع الإيراني تريد ضربه ونسفه، طيب؟ فضربت المدفع بكل قوة، بوف، طيب؟ فلما ضربته ما سمعت صيحات الشيعة ولا الرافضة ولا ردوا عليك ولا دروا عنك ولا شيخ شيعي رد عليك. طيب ما تشك، يقول انا حطيت المدفع هني بس ما في اثر، ما شفت دخان من قلاعهم ولا صيحات لهم ولا حد علق. ما تشك انه يمكن المدفع مكانه غلط؟ يعني اقل شيء هذا. ولذا قلت عندك اشكالي في التصور، انك ضعف الفهم وعند خطأ في الفهم وضعف التصور. انت تتصور انك ضربت المشروع الايراني، انت ما ضربت المشروع الايراني ولا دروا عنك يا اخي، العكس تماما. يعني انت لما تشوف ضربت شيء تضرب 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 وتشوف ما في صيحات ولا صرخات ولا دروا عنك ولا ردوا عليك ولا، لازم تراجع. انا دائما كذي، انا لما ارد على شخص اشوف يعني جهات وكذا، واشوف هو ولا اتباعه ولا محبيه ولا دروا عني كذا، اقول في اشكاليه عندي، في خطا عندي. فهمت الفكره؟ حبيت فقط اوصل لك الفكره. لا، انت عندك العكس، ضربت المدفع فاذا بك تسمع صرخات اهل السنه وصيحات اهل السنه ويردون عليك ويناظرونك ويسوون سلسله. ابو عمر رايح ضارب بنزين طاق بنزين ورايح يبي يسوي لك سلسله. وفي مجموعة حتى بعض مو من المشاهير معروفين رد على صابر، تشوف مجموعة. فهذا ما أقلقك؟ ما خلاك في الليل ما تنام؟ يا أخي أنا كنت أبغي أخدم السنة أهل السنة، فإذا مين يردون علي؟ هم يصرخون، هم يردون علي، هم يقولون عندك كذا وعند، معناته في مشكلة. فقط على الأقل أنا أريدك أن تقر أن في مشكلة عندك في طرحك، أقل شيء هذا يعني نبغي خطوة للأمام. أما أنك ما تحس بهالموضوع فهي مشكلة كبيرة جدا، تؤكد أن أنت عندك مشكلة وخطأ في الفهم.